وبصوا بقى مع بداية الحلقة أنا ماسكة تليفوني في إيدي، ولا هرد على أي رسالة معرفهاش، ولا هفتح إيميل معرفش مين صاحبه أو جايلي منين، ومش هفتح الجانك كمان بتاع الإيميل علشان ما يحصلش اختراقات لموبايلي. وده بقوله لكم علشان النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها في أول فقرة استكمالا لحلقة سابقة قبل كده، هنعرف إن موبايلاتنا وحساباتنا على السوشيال ميديا مخترقة، وعايزين نطمن هي مخترقة ولا لا، ولو مش مخترقة ازاي ممكن نحميها، نحمي صورنا، نحمي معلوماتنا الشخصية من الاختراق علشان ما نتعرضش اللي احنا بنتكلم عنه كل يوم، الابتزاز والكلام الفارغ ده، وهي بقت جرائم طبعا. لكن هنتعرف النهاردة على طرق الحماية بقى بالستبس خطوة بخطوة، ومدى حماية الاندرويد والاي او اس كمان مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة للمرة التانية احمد طارق خبير التكنولوجيا. برحب بيك يا احمد. اهلا بحضرتك مره ثانيه، وليا الشرف تاني والله ان انا بطلع مع حضرتك. بقول لك ايه، الحلقه اللي فاتت كل الناس ترند الحمد لله، مليون بعد اختراق تليفوني الناس كلها اتلبشت يعني. حقيقي حصل، وناس كتير خافت من الموضوع ده، وحقيقي لازم تخاف لان الموبايل ملوش امان خالص. صحيح. ومن اخر حلقه كنت شايفني صوت وصوره. حصل، حضرتك معاكي موبايلين اكيد، معاكي اندرويد ومعاكي الايفون. بالظبط. وحصل الكلام ده في الاندرويد، فهي الفكره كلها بعد الموضوع ده الناس خافت جدا، وانا عايزهم يخافوا لان الموضوع مش سهل. صح. الموضوع فعلا صعب، صعب بمعنى الكلمة. طيب المرة اللي فاتت احنا قلنا اسماء البرامج اللي ممكن ننزلها، لكن ما اتكلمناش خطوة بخطوة هنعمل بالزبط. ايه يلا عشان ما نضيعش وقت وانا هكتب وراه. طيب اول حاجة، انتوا دلوقتي لو اشتريتوا موبايل جديد، يعني اشتريتي موبايل جديد، اول حاجة عايزك تعمليها ما تخليش السيلر او البياع اللي بعلك الموبايل ده يعمل لك الايميل، او صاحبك او زميلك او زميلتك او ايا كان. ليه؟ الايميل لو هو عمله يعني حياتك كلها معاه. صح. خدوا بالكم من الكلام ده، لازم الايميل يكون ايميل مختلف عن ايميل الشركة بتاعتك او ايميل صحابك او ايميل الفيسبوك، بالذات ايميل الموبايل ده. ايميل الموبايل ده لازم يكون محدش يعرفه، ده علشان اي حد بيتاكد ان الحساب ده بتاعنا بيبعت لنا على الايميل، فسهل قوي يتضرب. بالظبط. انت كده كده الايميل المعروف معرض للاختراق، خصوصا لو عليك العين. حضرتك اعلاميه معروفه، فلو عليك العين ايميلك معروف. فلازم يكون موبايلك عليه ايميل محدش يعرفه تماما. أوكي. بحيث انك تعرفي معلوماته كلها، لان انا مجرد ان انا معايا الايميل بتاعك ممكن اعمل حاجات كتير جدا. يا سلام. ناس اكيد عارفاها وناس مش عارفاها. زي ما حصل في الحلقات السابقه. صح. فالفكره كلها ان الايميل بتاعك لازم يكون مختلف. اول يعني حاجه، يعني انت لما اخترقت الموبايل بتاعي كان عن طريق الايميل؟ لا، دي مش كانت ثغره. دي ثغره برضو من الثغرات بتحصل لو انا معايا الايميل بتاعك والباسورد، او معايا طريقه عن طريق الهندسه الاجتماعيه او السوشيال انجينيرنج. ان انا انت ممكن ساعتها بعت لي رساله، اللينك ده الرساله وصلتني اللينك، فتحته حصل اللي حصل. خلينا نقول حاجه كده على السريع، هو اكيد الموضوع ده ما بيجيش بالسهوله دي. هي الفكره كلها اني انا خدت البرميشنز كلها على موبايلك قبل الهوا، في نفس الوقت اللينك ده اتبعت لك بالبرميشنز جاهزه، واوتو انستولينج على الموبايل، نزل البرنامج ايا كان ايه هو، وتحصل اللي حصل ده كله.